إنجاز تاريخي للمنتخب السعودي بإحراز الفوز الأول العربي في مونديال قطر. مونديال قطر، المنتخب السعودي يكتب التاريخ ويفوز على الأرجنتين. حقق المنتخب السعودي فوزه الأول في كأس العالم قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب العالمي شرطة بهدفين مقابل هدف ضمن المجموعة الثالث. بأمر ملكي، إجازة رسمية للموظفين والطلاب بعد فوز السعودية على الأرجنتين. وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة والطلاب في كل مراحل التعليم بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني من 2-1 في أول مباراة بمشواره في كأس العالم في قطر. وجاء التوجيه الملكي الثلاثاء بعد أن حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط في مجموعته إثر فوزه على الأرجنتين. وقالت وكالة الأنباء السعودية، خادم الحرمين الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلب والطالبات في جميع المراحل التعليمية. وخرجت الجماهير السعودية في الشوارع احتفالاً وابتهاجاً بهذه المفاجأة، مع تدفق التهاني من كبار المسؤولين السعوديين على تويتر. واحتفالاً بالفوز المفاجئ والكبير، أعلن تركي آل الشيخ شرطة المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية شرطة على تويتر أن دخول بعض المنتزهات الترفيهية الكبرى ومراكز الترفيه الرئيسية في المدينة سيكون مجاناً. وسبق للمنتخب السعودي أن فاز في مباراتين متتاليتين في مونديال 1994 حين هزم نظيره المغربي أيضاً بهدفين لهدف، ثم جاء التفوق على بلجيكا بهدف سعيد العويران الشهير. وبات المهاجم صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل هدفاً للمنتخب السعودي في كأس العالم بعمر 29 عاماً و21 يوماً. ويعد المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم منذ الكاميرون 1990 التي هزمت رفاق دييغو أرماندو مارادونا بهدف فرانسو أماما بيك. وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة 10 بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء، ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و53 من المباراة. وقرر الحكم خلال الشوط الأول إلغاء 3 أهداف للمنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بسبب التسلل. وظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أول مباراة له ضمن آخر مونديال سيخوضه في مسيرته. وقدمت السعودية عرضاً مذهلاً في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، حيث انتفضت لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار من 2-1 في واحد من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيلي وأمام أكثر من 88,000 متفرج ليوم الثلاثاء. وحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المسابقة ليتصدر مؤقتاً المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بولندا والمكسيك بملعب 974. وفي الجولة الثانية يواجه المنتخب السعودي السبت المقبل نظيره البولندية بملعب المدينة التعليمي، وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة، حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.